الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بك لمحزونون. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. وهذا موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى المصنف بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم، ذئرا المرضعة أو زوج المرضعة أو زوج المرضعة. فلما قال وكان، هذا المقصود به زوج المرضعة. وكان ذئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. في التبويب: إن بك لمحزونون، مطابق قوله: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. وقد روى الترمذي وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم ابني، وأنه مات في الثدي، وإن له لذئرين يكملان إرضاعه في الجنة. هذه الزيادة. ولابن سعد عن البراء، وللترمذي أيضا من حديث جابر: فوضعه في حجره وبكى، فقال له ابن عوف: أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين. وطبعا أقصد بذلك الصوت الأحمق رن عند نعمة، وهذا صوت الشيطان، الموسيقى والغناء وما ما 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 يقال من المرأة التي لها صوت معروف يدعونها بالزرغوطة، صحيح؟ وصوت، قال أحمقين، وصوت عند مصيبة مع لطم الوجوه وشق الجيوب. وإبراهيم عليه السلام هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبله بثلاث أشهر، يعني قبل أن يموت بثلاث أشهر أو بستة أشهر، ولد في ذي الحجة سنة 8. تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر وزوجها البراء بن أوس، نعم، كنيتها أم سيف، امرأة قين، يقال أبو سيف، واسمها خولة بنت المنذر. مات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. ورش النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ماء. ورد عن الزهري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي. لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي. هذا حديث لا يصح بحال من الأحوال. وعن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إبراهيم: لو عاش ما رق له خال. وتعلمون أن إبراهيم هو ابن مريا القبطية، وجميع ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من خديجة. استدل بعض الملكية بهذا الحديث في مسألة لبن الفحل، حيث قال: كان ذئرا لإبراهيم. وقال ابن عمر وابن الزبير وعائشة: لا يحرم. وكانت عائشة يدخل عليها من أرضاع أخواتها، ولا يدخل من أرضاع من نساء أخواتها. الحق أن نقول أن لبن الفحل يحرم. هنا استدل مالك بقوله ذئر، كان إبراهيم ذئر، فاعتبر زوج المرأة التي أرضعت، فهنا اعتبار لزوج المرأة التي أرضعت فيها دلالة على اعتبار للبن الفحل. وهذا حق، اعتبار لبن الفحل يعتبر لبن الفحل ويعتد به، وتأثيره يكون معلوما. ما كانت تعتد بلبن الفحل.
والصحيح ورد عن ابن عباس انه قال بلبن الفحل ولم ياكل به ايضا. والصحيح ان لبن الفحل ايضا يؤثر، والمعنى ان الرجل زوج المرأة المرضعة التأثير يعود عليه، يعود التأثير عليه، والمعنى انه ولو طلق امرأته فإن اللبن الذي ساب في ثديها من مائه، لذلك يكون له التأثير. وهو استدل العلماء بتأثير لبن الفحل بقوله ذئر إبراهيم عليه السلام. وفيها أيضا مبحث آخر وهو البكاء، جواز البكاء كما مصيبة، ونهى أن ينهى المرأة وهي تبكي. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت تبكي، أنت رسول الله وتبكي؟ قال نعم أبكي بأبي وأمي، نعم أبكي، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والممنوع من ذلك النوح والكلام الخارج، يعني الممنوع من ذلك هو التسخط على قدر الله جل في علاه. ولذلك برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السرقة والحلقة والإيش. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جنازة، وعمر بن الخطاب رأى امرأة تبكي فصاح عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر. فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. عبرها مع قرب العهد، وأيضا أنها كانت تبكي ما كانت تنوح. فإن كان البكاء رحمة فلا نعم الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهنا يجوز الرثاء ما دام الأمر ليس فيه تجاوز أو تعدي. إيش فيه؟ يوقف مات. ولذلك قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. الفوائد المستنبطة: أطفال المسلمين في الجنة، بل وأطفال المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وحول أطفال المسلمين، قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين في الجنة. وهذا راجح صحيح، ماذا فعلوا هم؟ وإن كان البعض يرى أنهم يختبرون يوم القيامة، صحيح أنهم في الجنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرضعة، له ذئر في الجنة، ذئران. مراجعة المفضول للفاضل حتى يرفع الدهشة، مراجعة المفضول للفاضل حتى يرفع الدهشة. قال عبد الرحمن أنت يا رسول الله وتبكي؟ قال نعم أبكي، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. جواز الرثاء للميت ما دام الأمر ليس فيه تجاوز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.